بودكاست جديد والله ميو. شو الوضع يا جماعة الخير؟ اسمعونا على التطبيقات هاي كالعادة وانزلوا على سبسكرايب وشكرا كتير. حاب أحكي لكم شغلة، إنه قبل يومين وصلني إيميل إنه البودكاست تبعنا كان المرتبة الأولى على أبل بودكاست، فيسعد ربكم. ومنبلش يا جماعة الخير، صهيب عطار شو الوضع؟ تمام يا أهلا يا أهلا، كيف حالك حبيبي؟ 100% مشتاق لك، شو الوضع؟ والله وأنا كمان حبيبي، أين عايشين؟ اللي يمكن شهر ونص ماخد إجازة من الشغل يعني. يعني مع آخر مشروع اشتغلت إشي ليوم الطفل العالمي، ويعني اشتغلت عمارة بيوم واحد فحسيت في إشي غلط. مجنون بتعمل الأشياء هاي؟ لا بس بعملها، بس يعني بكون في مرات هيك الواحد بحس إنه في الإنرجي إنه عم بشتغل. لا هذيك اشتغلت وأنا زهقان حالي. وخلصتها يعني الناس حبتها ماشي، بس أنا يعني ما كنتش طايق يعني أحكي، حكيت لا لازم واحد أرجع شوي لورا أريح أروق، خليني أشتاق شوي للشغل عشان أشتغل زي العالم والناس. بالضبط بالضبط. وفي بداية البودكاست عنا السؤال الجميل المفيد، من هو صايب عطار؟ من أنا؟ أنا ستريت أرتست، شوية ناس بتحب تسمي حالها هيك. لي بحدود 10 سنين بشتغل بالستريت أرت بالبلد، شوي برا البلد، وكنت من أوائل الناس اللي فوتوا ستريت أرت على البلد، مش الجرافيتي، الجرافيتي كان قبل، أنا بلشت بالستريت أرت بعمل. ومن متى بلشت؟ تحكي لنا عن البدايات، هسه نخش شوي على الستريت أرت إيش هو، بس من متى بلشت؟ بلشت بال 2010 أحكي، بلشت رسم جرافيتي بال 2010. بعديها تعرفت على أرتست يعني طلع معك قبل، وسام، تعرفت عليه خلال مشروع مع السفارة البريطانية وفرجاني، كنت راسم كم من حيطة صغيرة هيك قبل، ففرجيت شغلي وكيف علي وهيك وعلمني كم من قصة، وبعديها فتح العداد زي ما نحكي أصلي ساعدته يعني بالبريتش كونسل وول اللي بشارع الرينبو، بعدين البريتش كونسل نفسه معطونا زي الباركينج تبعهم عشان نرسم فيه كل جمعة، ومن هنا كل جمعة لمدة 4 سنين كنا نروح هناك يعني نتدرب. أصلي شو اللي، مين كان مركز الإلهام؟ مين اللي شفته قلت بدي من هذا، بدي عاوز من ده؟ والله أول إشي شفته كان فيلم اسمه Exit Through the Gift Shop، فيلم بحكي عن بانكسي وإنفيدر وأوبي كان، ف يعني خف عقلي من الموضوع، وايامها اصلا ما كنتش انا ولا عمري رسمت يعني قبل 2010، يعني ما عنديش هالموهبه. كان يحكي بالمدرسه انه صاي بعرف يرسم، بس انا بحكي لهم ليش بتحكوا لي هيك، انا ما ولا عمري رسمت قدامكم، اول عمري رسمت ما كانش عندنا اساس فن احنا. بالضبط. ف يعني كانت حصه الفن رواح. 100% ف كناش نعملها اصلا. بالضبط. كان الاستاذ يقعد يدخن يعني، كان حقه يعني. لا اخر حط لنا اخر حصه وحكوا لنا خلص روحوا يا ولد. حصه الرسم كنا ننزل ننظف المدرسه تحت احنا. مثلا او نروح نلعب فوتبول مكانها او سله حسب الاجواء، اما تعليم. وانت بالضبط، وانت طول عمرك تربيت بالهاشمي صح؟ انا تربيت بالهاشمي وتربيت مخيم الحسين كمان. درست فيه، كان ساكن بمخيم الحسين ودرست مخيم الحسين يعني انا. ودرست بالهاشمي، فيعني كل سنه كنت بمدرسه يعني 100% 100%. اول رسمه، اول رسمه رسمت على الحيط وين كانت وشو هي؟ بجنب بيت اهلي. كانت اول رسمه عملتها، والله ايام كان دي عيد، حتى امي اعطتني يمكن 40 دينار اشتري فيها واعي، رحت جبت فيها على برش. أكلت بهدلة. والله إنك ريل أو جي، راح ترى فيهم. راح اشتري، والله اشتريت من صار هدلول على برش، يعني كنت بشتغل أيامه، بس يعني شوف كنت بشتغل منجد، وكان يمكن راتبي 15 ليرة بالأسبوع. شو كان بيعمل هدلك؟ أوف. وأنت مواليد كم؟ أنا مواليد 92، هسا 28 فايت على 29.
يعني فرق بيناتنا في سنة. انت 91 صح؟ ثلاث ثلاث، انت اصغر مني. قال عليه. طب احكي لنا ايش وجهة نظرك هو الستريت ارت؟ شوي الموضوع مش بهالسهولة. هسا بدي اصحح معلومات ذكرت قبل اذا الناس بتسمع يعني كل بودكاست. الستريت ارت از اباوت people not about yourself. انا بالنسبه لي بحس الجرافيتي is about to present yourself اكثر. ستريت ارت تاخذ انت ثيم او موضوع او قضيه ويو بريزنت ات ان يور واي. مش شرط تكون عماره، ممكن تكون حيطه صغيره، يمكن تكون ستنسل هالقد وبتتسمى ستريت ارت. المهم فيها ومن وراها زي مسج نحكي. في ستريت ارتس بيعتمدوا على ستايل واحد وبضلوا ماشيين عليه، في ستريت ارتس بيعتمدوا اكثر من ستايل. ويعني وصراحه يعني الارتس اللي عندهم اكثر من ستايل شوي نوادر، يعني تيكس ا لوت اوف براكتس انك تعمل اكثر من ستايل بالشغل. بالضبط. ف يعني الموضوع مش بهالسهوله انك تغير ستايلات. انا مثلا بغير ستايلات بس عشان انا بزهق فعليا. اذا بضلني اعيد نفس الشيء، حاولت أضلني على ستايل واحد بس بضلني أبعيد نفس الإشي بزهق بسرعة، وأنا هيني بغير ستايلات ولساتي عم بزهق يعني فعليا. بالضبط بالضبط. يعني أول عن آخر أنا بدور على تشالنج. وهل الموضوع أنك تغير ستايلات بفوت بالإبداع والكرياتيفتي، هل هذا بتلقي صعب بالنسبة لإلك ولا بس تدريب، ولا شو السيكرت، شو السر تبع الموضوع تبعك؟ أنا يعني كيف أحكي لك، لما بلشت تعاملنا مع يعني كنا جروبات زمان، يعني انت كنت تيجي وتشوف يعني ايامها بتذكر. كنا كان كل واحد عنده ستايله وكل واحد عنده الفري ستايل تبعه، وانا بتفرج كنت يعني فعليا، ولما اتفرج على حدا بيشتغل قدامي بصير اقدر اعمل زيه فعليا. يعني انا بدون ما تحكي لي كيف انت بتشتغل انا بعرف كيف انت بتشتغل، بس من انا اطلع عليك اذا انت فاهم شو التولز او الماتيريالز اللي قدامك في بحر يعني من الأشياء اللي بتقدر تعملها فيها. واشتغلت كمان فترة مع بمخيمات الأزرق والزعتري، فكان في هناك زي international artist، فلما كانوا يجوا أنا كنت أطحلب أترك بيتي اللي أنا ساكن فيه لحالي أروح أسكن عندهم أقعد عندهم شهرين بس عشان أفهم كيف بعيشوا. بالضبط. وأفهم كيف بيشتغلوا وأفهم كيف البروسيس اللي بيطلعوا منها سكتشات. ففيش شيء اسمه original نحكي كم واضحين، يعني فيش حدا انت انا طلعت بستايل، لا هذا فيش، مش موجود الحكي. تمام. everyone gets inspired، يعني انت بتشوف شغله بتلهمك تعمل شغله، مش يعني صحيح يعني في تشابهات بتلاقيها مرات تمام، بس مش نفس الاشي الا اذا انت مسكت الرسمه زي ما هي وعدتها زي ما هي. هاي سرقه بتصفي 100%. تمام. انا بحكي تاخذ شغل من هذا الستايل، تاخذ شغل من هذاك الستايل، تركبهم على بعض تعمل إشي لإله. بالضبط. بالثيم تبعك وهي الشغلات. وفيش حدا بيشتغل بدون رفرنس، يعني حلو الواحد يشتغل من دون رفرنس زي ما نحكيها out of memory، بس بضل الشغل ناقص احنا نسميها. بالضبط بالضبط. يعني انت بتعتبر حالك ستريت ارتست اكتر من جرافيتي ارتست خلينا نسميه صح؟ والله بروح وبرجع احكي. يعني اذا بدك تسميها الواحد بروح وبرجع مرات يعني كيف انا بحكي لك، بتاقلم مع الزبون اللي قدامي. أوكي. يعني اول عن اخر انا بدي اشتغل وعندي بيتي، عندي مصاريفي، كنت ايام ايام الجامعه ادفع لدراستي، فلازم كنت اشتغل شغل تاني يعني ايامها. ف بس عشان ألحق وأصرف على حالي وأصرف على بيت أهلي وأصرف على أخوالي ومن هذا الحال يعني خلص لازم الواحد يشتغل، لازم يضل الواحد بيتحرك. إذا بيجيك واحد بيحكي لي عمل لي شجرة بقول له ما بزبطش أنا بشتغل الشجر، لا بروح على الشغل. صح أكيد. في كمان منافسة كمان بالسوق يعني أولا آخر، وفي كتير يعني في إذا فيش مش أنت في ألف غيرك. بالضبط. أكيد أكيد. يعني اذا بتبين انك انت فليكسبل مع الزبون يعني الزبون بحبك اكثر، بتعامل معك اكثر. اكيد. انه وين ما بتزيد منزل واقف. اكيد اكيد. ف يعني يمكن عشان هيك يمكن عندي اكثر
بحس في فترة كل الصين شوي كرهني انه ليش؟ صهيب مستحكر كل الان جي اوز وفيش حدا بيشتغل مع ان جي اوز غير صهيب. وليش يا ترى هيك عندهم النفسية هاي؟ انا يعني عارف رايح السؤال. استنى شوي، انا السؤال بدي اسالك اياه عشان تكمل الاجابه، هل سمعت كلام ولا حاس بس احساس؟ لا سمعت كثير كلام. اوكي يعني اوكي مش من الاشخاص نفسها، احكي واحد بيجي لي هذا الفلان الفلاني حكى عنك هيك، فلان الفلاني بيحكي انك حرامي، فلان الفلاني بيحكي انك سراق ومعن كاش ستايل وحكي الفاضي هذا. انا عادي فخرت الصباح احكوا عندي زي ما بدكم، انا شغال بالضبط. فعليا ايام الان جي اوز احكي، يعني انا بامن بالرزقه تمام، يعني في منافسه بالسوق، في زباين كثير بتاخذ 3 اوفرز من الناس، يعني بتحكي بتاخذ مني بتاخذ من وسام بتاخذ من مسمار مثلا، اللي بعطيهم احسن سعر باخذوه تمام. يا ما مسمار اخذ مني شغل، ويا ما وسام اخذ مني شغل، ويا ما انا يعني اخذت منهم شغل تمام. يعني احنا الثلاثه مثلا، انا يعني نحكي على سبيل المثال، احنا الثلاثه ما بنراجع بعض، خلص اخذته صح وهنا 100% اكيد حلالك مش لي صح، هذا هيلثي بالضبط. بالضبط ما فيش لي، يعني حاولت ما زبطت معي، اقول لك انا مثلا بكون مرات معجوق، بكون عندي اكثر من مشروع بنفس الوقت، بحلق لناس بروحوا للشباب هم نفس الشيء. بالضبط. فبتصير يعني it's shuffling يعني بالضبط. بالضبط بالضبط. ومتى انت متى بلشت تشتغل؟ صار شغلك كجرافيتي ارتست متى او ستريت ارتست؟ بلشت 2014 2015 هيك شيء، بعد رسمة يعني بلش الغزال. الموضوع بعد رسمة الغزال. رسمة الغزال يعني كانت صدمة بالنسبة لي. أكيد. إنه أنا أصلاً احكي لنا عن قصة الغزال وكيف بلشت تشتغل، روح طالع. قصة الغزال بلشت هدية، كانت الرسمة هدية لواحدة من صحباتنا، كانت بالبلد عندنا أمريكية هي وسافرت، فحكت لي بدي غزال الرسمة وعلى ورقة. حكت لها أبشري ولو هي لهلا ما يمكن معها، يا رب تكون معها لسه الرسمه، معها الرسمه الاصليه يعني سافرت فيها. فرسمتها جيومتري، انا كنت ببلش قبليها هيك من سكتش اهبل. هاي منزلها بوست قديمه شوي على انستغرام الصوره اذا انا مش غلطان. بالضبط موجوده. فبلشت جيومتري ونزلتها على الانستغرام ايامها. في كثير ناس حبوها، ما بعرف ليش حبوها صراحه. لهلا انا ما بعرف ليش الناس بتحبها. وايامها كان في شيء اسمه شو اسمه اللي كان الشيء، كان في فستيفال بعمان، كانت عامله شرمين صوالحه، كانت ايامها انعمل بكل الويب، واجى كمان حلواني ايامها The World is Yours. The World is Yours بالضبط. فكانت واحدة اسمها سمانثا من ابت ارت موجوده، فانا لسه مش عارف شو بدي ارسم، وكانت اول عماره لإلي لحالي، يعني كنت اشتغل مع كرو قبل 2014 وفصلنا على جود تيرمز نحكي، وكانت اول عماره بشتغلها لحالي تمام، فلازم اثبت حالي. ايام كانوا معطيني يومين حتى ومعيش غيرهم. واعطوني عماره 5 صوابع بالويب دي وحكوا لي دبر حالك. وكانت ايامها مش بتذكر كانت شتاء ولا لا. فالمهم رسمتها يعني بالموت، يعني انا يعني بعد ما خلصت انا وقعت على الارض دايخ يعني من تعب. مين ساعدك فيها ولا لحالك؟ لحالك؟ لا في ناس اجت ساعدت يعني، ولا عمري بشتغل لحالي، يعني دائما بجيب ناس، اللي حابب يتعلم اهلا وسهلا. يعني مره بشوف اصحابي ما عنده شغل بده شويه مصاري، بقول له تعال. بالضبط. يعني مش شرط يكونوا ارتست عشان تشتغل معي يعني. يعني انا كيف احكي لك، الواحد اشتغل كثير بحياته انه الواحد بزهق من الفيلينج تعبان. بالضبط. فاي حدا بيقدر يعبي فعليا، واذا انت ارتست بحكي لك كيف انا بشتغل وبفرجيك كيف انا بشتغل وهي الشغلات، واطلع لحالك بعدين ما عنديش مشاكل، واقلب عليك ما عنديش مشاكل. صارت. يعني
فالمهم رسمت وكيف عليها الناس وونت فايرل الرسمة. فبعديها جو بدو حكوا معي وحكوا لنا احنا حبينا الرسمة وبدنا نعملها عتيشرت. انا كيفت كان حلم حياتي يمكن بايامها انه طبعا ديزاين على جو بدو اكيد. وين لو كنت اي مكان بالعالم بتكون مبسوط كاول شغل لك ينطبع تيشرتات يعني ريسبكت عظيم. بعتبر جو بدو براند قويه يعني ايامها. ف فلله كيفت طلعت البلوزة لهلأ البلوزة نفسها توب سيل لهي السنة من هذيك من أيامها. فدائما سولد أوت أول أسبوع راحت سولد أوت. أو بعدين فتح العداد. أوكي 2015 كانت مش عندك فتح العداد ألف. فتح العداد كتير عن ناس هيب هوب أرت. شو رأيك بالموضوع هذا الهيب هوب سين 2014-2015 تفجر هيك أوف صرت تشوف ناس صرت مش عارف توينت إنه صار ترند الموضوع إنه يكون فيه هيب هوب مع إنه كل الناس مبلشة. أنا يعني كيف أحكي لك أنا بالسين من 2010 تمام بس فعليا أنا كنت بال 2006 بس بروح بتفرج موجود بالضبط دانس باتلز راب باتلز بطلع حفلات وهالشغلات وثلاث ارباع الرابرز يعني اصحابنا يعني بتعرف يعني انا مسلم وسنابت كان يجي ويعمل ريكوردينج عندي بالبيت زمان. ف وحتى ابو كلثوم كان يعني يجي معنا على البارك لما كنا نرسم كل البريك دانس سين كان يجي يتسلى عنا. فكلنا هيك يعني مجموعين اهليه محليه مش عارف شو صار اهلي محليه بس كلنا اصحاب رواء ويسعد الله بس وي دونت هانج اوت لايك بيفور. اكيد اكيد. ف 2014 2015 كان ممتاز بالنسبه لك. 2015 هو بلش يجيب لك الشغل. بالضبط يعني كنت اشتغل قبل بس مش زي ما بدي يعني كنت اشتغل انا بارتندر يعني ايامها ضليت ل 2017 بشتغل بارتندر يعني عشان بس اسير حالي هيك وهيك يعني بالضبط. في اول مشروع اشتغلته كان عملت 9 رسمات لمحل بلاي ستيشن بطلوع شارع الرينبو على 100 ليره. 100 ليره هي حق عدتي وزلت من جيبتي عشان اشتغلهم. بس ايامها استوعبت انه بقدر اجيب مصاري من وراها يعني انه اوف جبت 100 ليره من ورا الرسم يسعد الله يعني كنا نرسم بلاش احنا بالبارك بالضبط يعني كان الواحد يشتغل يجمع له قرشين ويروح. طب احكي لي عندي مستودع عدي يسعد الله. احكي لي كشاب صغير ب 2015 صار لفتره 2015 صار لها كم من سنه شو قديش كان قديش كان عمري انا 2015 فيها 22 سنه كان عمري بالضبط بالضبط. كواحد جاي من الهاشمي وصعب اوليت تتعامل مع شركات وصعب انك تفت انك تفوت بمجتمع غير المجتمع اللي كنت فيه اكيد تشالنجينج لإلي وإلك خاصه او الناس اللي عندهم باك جراوند يعني زي تبعتنا احنا مش متعودين نتعامل مع شركات بالزبط. وهيك وياما نصب علينا يعني بالضبط بالضبط. ياما تروح تشتغل لزبون وتخلص بقول لك فيش مصاري عندي بالضبط. فكيف كيف تعلمت الاشي هذا كيف 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 دخلت بالاشي هذا كيف صرت خلينا نسميها محترف انت بالرسم انت محترف هيك هيك بس كيف دخلت انك تتعامل مع عالم وكيف انك ريبريزنت يور سيلف انا ارتست بدك تحترمني غصب عنك. كيف احكي بس بعد ما نصب علي اكثر من مره فكرت يعني اصحاب يعني واحد بقعد مع اصحابه بحكي لهم قصص وهالشغلات. في اصحابي بيشتغلوا بشركات يعني وفهموني شويه طبابي فاقترحوا لي فكره كونتراكت. بس هاي مش عارف راح احكي لك بيني وبينك بس مش بيني وبينك يعني فعليا راح اطلع اذا بدك تحكيش تفاصيل كثير عادي زي ما بدك. لا بحكي تفاصيل عادي. اي جوجلد كونتراكتس ستريت ارت او كوميشنز وطلعت عليهم اونلاين وسقط واحد لي هسا مش كتير ليجل لانه مش محامي كاتبه تمام انا كتبته تمام وخليت شوي اصحابي يقراوها ويعدلوا اشياء جرامرز وشغلات انا ما بعرفش اكتب انجليزي كتير انا بس يعني مقدرتي بالانجليزي بس حكي من تعامل ف بس اي مشروع كنت اعطيه او اخذه كبير يعني اكثر من نحكي 1000 دينار مثلا ازيت كونتراكت او احكي لهم هم يعمل الكونتراكت بيني وبينهم عشان يكون الموضوع فيش وهكذا يعني. واولا اخر يعني الشغل اللي اشتغلناه قبل بصفي بورتفوليو. البورتفوليو للناس اللي ما بتعرف اللي هو كل شغلات بتجمعه جوا فايل
زي السي في تبعتك. بالضبط بالضبط وبدي بالضبط. اقدمه للشركه، لانه يعني في كثير شركات بحكموا على البورتفوليو وبحكموا قديش بيقدروا يدفعوا لك من ورا البورتفوليو هذا. بالضبط. وبعد هيك اوكي كمل سوري. لا خلصت كمل. طب بعد هيك بعد هيك خلينا ننط شوي لقدام. كان عندك كان في كتير ايفنتس مرت طبعا، ففي بس في من الاشياء هاي بعد رسمة مستر غزال، كان في رسمة لنعمة المفتي مظبوط بنفس المكان فوقيها احكي. طيب بعد 5 سنين او هي قبل قديش كان سنتين. لا 2019 الا سنتين. بال 2019 صاحب العماره قرر يعمل مينتنس للرسمه للعماره تبعته، فقصر طابق كامل فشطب نص رسمه الغزال طريقه. فالناس زعلت وهالشغلات هاي لازم نحكي فيها، انه الناس تزعل انه رسماتها تنمحي على فكره. اكيد اكيد. لانه شوي تضايقت صراحه لانه هذه كانت بدايه، بس حكيت يلا this is a sign، لازم الواحد يبلش شيء جديد، ادفن القديم وبلش شيء جديد. فاجى بلدك بال 2019 حكيت لهم بدي ارسم فوقيها، بدنا نحكي مع اصحاب العماره وهي الشغلات، وعملناها يعني محينا الغزال ورسمنا رسمه جديده فوقيها. اوكي. كيف كان تفاعل البني ادمين المره هاي بعد رسمه الغزال؟ انا صراحه لسات بحب الغزال اكثر من نعمه المفتي صراحه. بتضلها اول لمعه لك، لمعه كبيره بالضبط. وشوي يعني شوي مشاريع مرات اللوجيستكس ما بتساعدك، يعني بكون عند ما كانش الوقت الكافي تعمل اللي بدك اياه، ما بكونش عندك العده الكافيه تشتغل اللي بدك اياه، خصوصا بالفستيفال كل واحد بيطلع له زي كوت صغيره هيك. يعني انا ياما ببلدك بجيب عندي من عندي يعني فعليا عشان امشي اموري. ف في ناس كثير انجنوا على الموضوع على الرسمه هاي. انا بتذكر يعني صار في ترند حلو جميل بعمان وخارج عمان. شفت ايش على نعمات؟ شفت ترندات حلوه جميله على الفكره. في ناس كثير كيفت عليها اسات كلرفول، ونعمت مفتي يعني كانت يعني شخص يعني انجز بحياتها يعني فعليا. كانت يعني هي عملت زي منحة باسمها يعني بالضبط، وعملت أول مدرسة البنات سمعت أو بالضبط. هي في منست وهي دعمت البنات كتير. حتى إن عائلتها كيفوا على الرسم لدرجة إنه حكوا لهم إنه راحوا أصحاب العمارة حكوا لهم إحنا بدنا نركب كشافات على العمارة بس عشان نضويها وإحنا بندفع تكاليفها. وال فرواء يعني عظيمة عظيمة. It was nice. وحكوا معي تلفون و they thanked me يعني It was nice. عظيمة عظيمة. وبعد هيك في رسمة تحكي لنا عن البروجكت تبع الهاشمي، العمارات اللي ورا بعض هاي. العمارات اللي ورا بعض. طيب أنا سكان الهاشمي زي ما حكينا، في حارتي هي إسكان العمل للجيش أو الضباط فعليا، بس ما زبط المشروع فأجروه أو باعوه لناس عاديين. هم 28 عمارة مبنيين نفس البنى تمام، وصفين ورا بعض. فأنا من وأنا صغير أصلا فكرة بلدك طلعت من ورا هذاك من هذيك الحارة. أوكي. يعني فكرة بلدك حكى فيها بالألفين، وأنا كنت بتطوع مع مسرح البلد زمان، فكنا نحكي أنا وموظفين المسرح إنه لازم نعمل فيستيفال للجرافيتي وهي الشغلات، وظليت وراهم يمكن 4 سنين لحد ما بلشوا. ولما بلشوا انا ما كنتش بالبلد. جد. كنت مسافر بمكان، فرجعت وعملت رسمه صغيره يعني عملت رسمه على قد باب فعليا ايامها، بس سلكت حالي على السريع يعني. فالمهم انا فكرت بالهاش منه مكان حلو ينعمل زي تعرف منطقه اسمها 5 بوينتس تبعت نيويورك هاي؟ لا. 5 بوينتس هي هسه انهدت قبل كم سنه. 5 بوينتس كان عبارة عن مجمع سكني على شكل يو، حرف يو، كان بحدود 7-8 طوابق ومرشوم من الأرض لآخر طابق كله معبى جرافيتي. فكنت أفكر إنه وكانت تروح كان ينعمل فيه حفلات، كان الناس تروح عليه سياحة، كان معلم تمام. ففكرت إنه نعمل 5 بوينتس بعمان أصلي بس بطريقتنا. فأول رسمة رسمت بالحارة كان ما كانش مع بلدك، كانت إشي مع أبت أورت، كان في فنان أسترالي اسمه فينتن ماجي، رسمنا كم رسم المخيم فحكى لنا أنا جعبالي عمل عمارة.
حقت اللي عندي. رحنا على الحاره ورسمنا اول حيطه اللي هي البنت اللي واقفه قدام مراي. ف وقعد فيها يوم او يومين وانا اتذكر. بعدين فتح العداد يعني بلدك كيف على الموضوع. الحاره كيفت، اول واحد انعمل عليه العماره، في واحد من ساكن العماره طلع بيصرخ علينا انه شو بتعمل؟ ايش وقف؟ اقول له هاتي اول صوايب جار روق. فبعد اول عماره يعني الناس كيفت، فصار الكل بدهم يرسم على العمارات. هسه يعني كل الحاره بدها، يعني معنا ابروفل لكل 28 عماره، وبحكي لكل الارتست الموجودين بالبلد حابب روح رن علي ببعث لك حدا معك هناك واشتغل بدك اياه وارسم اللي بدك اياه نو ليميتيشن. فحسن عمل لحد الان مع بلدك يعني وصلنا يمكن 16 عماره عملنا من اصل 28 اصلي. فالخطه من هلا 3 سنين نعبيها كامله تمام وتصفي انه لهلا هسه بلشت الحاره كان فيها تجار، كان فيها نور، صار اولاد الحاره يتعلموا انجليزي بس عشان يحكوا مع الاجانب بيجيهم سياحه، يعني شوي الحاره عم تتحسن يعني الموضوع. ف يعني انا ما توقعتش يعني ما كانش ببالي هذا التحسن يصير وصار. ممتاز يسعد الله. ممتاز ممتاز يعني ممتاز مكان احسن لاخواني يعني يضلهم قاعدين فيه كمان. اكيد اكيد. وكيف انا من اللي بتحكي فيه وقبل ما نعمل البودكاست عم بفكر بشغله، عم بحكي الستريت ارت او الجرافيتي او عامه الستريت ارت بطل شغله قديمه، بطل شغله جديده بعمان، صار الكل متعود يشوف الاشياء هاي. انا حكيتها بالزبط. حكيتها مع وايز وان مع وسام، حكيت انا امي بتكون طالعه بتشوف الجرافيتي بحكي لها يما هذا صاحبي انا اللي عمل هذا الاشي، انا بكون فخور طبعا الموضوع. فهي بتكيف وبتحكي اوف والله حلو وجميل. هسه في ناس بتخرب، اكيد هاي الناس بتخرب كل اشي 100%. هذا خلوا يخربوا زي ما بدهم حبيبي، مكان هذا المكان تاني هذا راح يكون حسابهم. بس لا يعني بطل انا اكثر من كل إلمنت بعمان على فكره، اذا بدك تحكي عن هيب هوب اكثر من كل إلمنت صار عادي انك تمشي بالشارع تلاقي حدا يرسم صح. طبعا يعني والناس يعني ايام زمان بتحكي له شيء يعني ترسم عندي على الحيط شو بدك تعمل ايش بدك يعني فعليا. حتى زمان ما كانش ممنوع كنا نرسم بني ادمين. يعني قصه البني ادمين زبطت لما عملت عمارة الثامن بتذكر انت اجيت عليها احكي لنا عن عمارة الثامن. احكي لنا صدمتني انت. ايش شو اللي وين راسم؟ احكي للناس ايش رسمة الثامن، احكي لنا قصتها. رسمة الثامن انعملت مع ريد بول على مخفر البيادر اللي هو على الدوار الثامن. ف والله قصة الثامن قصة. طيب وبدي احكي اسماء هالمرة. طيب ايامها كان في مهرجان بلدك شغال تمام. قبلها بسنة كان في بلدك انعمل متى انعملت الثامن؟ هي 2016 صح؟ المفروض 2016 المفروض 2016. قبلها بلدك انعمل بالمفرق I think وصار في مصايب هناك. يعني كان بنعمل جسر، فأنا رايح مجهز سكتش ومبسوط ومتحمس على الموضوع. وكان بلدك ايامها تعمل حيطان صغار، بس تعمل اكثر من حيطه على مدار 5 ايام، ما كانش فيها حيطان الكبار كبار يعني فعليا. فرحنا في اعمده تبعون الجسر وكل واحد لازم يرسم له على العمود، حكوا لنا ارسموا وين ما بدكم. سوري، رحت اول عمود بقول ممنوع ترسم هون، روح على العمود الثاني. طبعا العمود الثاني شكله غير وحجمه غير وهالشغله بدها غير السكتش. غيروا لي مكان رسمتي يمكن يوميتها 8 مرات. وال تمام. وانا ضايقت يعني تمام، وبالاخر اعطوني واحده ورسمت اشي سريع مع حكم دويري. ذكر حكم اي ثينك بالشكل حكم الله قديم، بس يعني هو دكتور وسكان تركيا هلا، اشتغل معنا يمكن 3-4 سنين وبعدين اختفى. لسه متذكره يعني. اكيد الاسم. بس هو متجوز وعنده ولد يعني، ف يعني رواق. بعديها بيوم كان عيد الاستقلال بتذكر، وكنا قاعدين بفضاء ايامها وكنا خايفين انه كنا بنرسم بالفحص ووطنيات ما وطنيات والناس يمكن تدق فينا وهالشغلات، فالناس خافت
لانه كان في صارت مشكله ايامها بالسلط، هجموا صح. على الناس اللي بترسم هناك، اه فشوي كان في سكيورتي ايشيو. فحكينا في عن حكولنا يعني اجوا بلدك، وكان معهم وسام ومايك واكثر من حدا، حكولنا في عندنا خيارين، يا بنرسم بشارع الرينبو في مصاف سيارات ما بنرسمش فيه، او بنرسم جوا فضاء. فانا طلعت حكيت لهم انا يعني اسمه ستريت ارت فيستيفال، لازم نرسم بالشارع ما بنرسمش جوا بدنا يعني. فعليا يعني احنا اوكي جايين نرسم للناس صح. مش جوا بنا. فحكينا لس فوت اون ات، تمام. فصوتنا على الموضوع، طلع 11 من اصل 15 انه حكوا برا. حكوا لنا يلا جهزوا سكتشاتكم. والله قعدنا نرسم هاي الشغله، قعدت ساعتين خلصت سكتشي انا صافي. الكل قاعد ايش في؟ بقول لا خلص قررنا نقعد نعملهم فضاء. بقول له التصويت تبعنا كان كبتوه بزباله، ايش فاهم؟ بالضبط. فحكيت لهم لا بقى يعني بلا هيك مهرجان بلا هذا حكي فيه ضغط. سحب حالي ضليت طالع يعني ما عملتش الرسمي ولا ما كملتش مع بلدك. بعديها بسنه اجى بلدك عملوا الاوبن كول، قدمت سكتش، اجاني ايميل بس مش من بلدك، من مايك. بحكي لي ايامها سوري يور بيلو ذا ليفل اوف ذا ارتست اللي مشاركين بالمهرجان. اوف. هو بصفته شو كان طيب؟ كان هو منسق مع مسرح البلد، يشتغل مع بلدك اوكي ايامها. اوكي فحكيت لهم على العين والراس، قعدت اضحك، عملت فورورد لمدير المسرح رائد للايميل مره بضحك، حكيت بلا مهرجان بلا هم بشتغل لحالي. والله وحكينا مع ريد بول وحكينا، كان ايام لسه بنحكى بالمشروع، ودقيت فيهم يعني حكيت لهم اسمعوا يلا خلينا نشد على الموضوع، كانت مئويه الثوره بتذكر، وحكيت لهم يلا نعمل عماره. صراحه كان اللي ببالي انا بدي ادفن بلدك كامل بالمشروع هذاك. اوكي. انا بيف قلبك. مره بيف. يعني مش بيف، انه خلص يعني الشغل بحكي عن لحاله. اوكي فهمت عليك. يعني انتوا حكيتوا لي انا تحت المستوى، ده فرجيك من تحت المستوى. فروحت يعني الواحد بحكي بشغله بحكيش بتمه، انا هيك بعمل. فهمت عليك. اه تمام. يعني فروحت عملنا العماره، قعدت فيها 3 ايام ونعمل فيديو. الفيديو وصل 2 مليون. اوه ايوه يعني اورجانيك. اه حضرت يعني حضرت الفيديو حضرته. فبعت لك اياه اي ثينك. لا لا انا بدون ما تبعت لي انا بعرفه معلم. متبع لك انا. وحتى يعني بحس ايامها مش شوفت حال، بس بحس بلدك يعني اجى شويه اكسبوجر بس مش جد العمر تبعت الثامن. ايامها كمان قطعوني بلدك، او انا قطعت بلدك يعني صارت من الطرفين نحكي، قطعتهم سنه سنتين ما شاركتش. وكل مره كان يحكوا معي بحكوا له طلعوه وانا بفوت. هو موجود انا بفوتش. اوكي. اي ثينك هو من جاب السيرته قبل صح؟ لا ما حدا. لا 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 ما حدا. اوكي. هسه في كثير قصص بيني وبينه، بس بحترم كارتس اول عن اخر يعني. هيز ريلي جود وعنده ستايل الله حلو الله فخم ويسعد ربه. بس ما في داعي لبيف. فهمت عليك. بس لا يعني لا this is my... انا يعني لا. انت بترسم وانا برسم وخلص، انت بحالك وانا بحالي. لا يسعد ربك يسعد ربك على الصراحه، وعشان في ناس راح يتعلموا من الموضوع هذا، الشباب الجداد او البنات الجداد اللي عم بيطلعوا. ولا بالعكس هذا شيء جميل، وبالعكس انت اللي حكيته يمكن هسه في ناس بتفكر انه شوي اجريسيف، مش اجريسيف الزلمه عم بعطي ايش اللي صار معه. وانا بحترم الصراحه هاي بالنسبه لي صراحه. مبسوط انها انحكت يعني... بالبودكاست هذا. يعني صار كثير حكي، وصار يعني مرات اتهمني انه بس رسمات منه وهي الشغلات يعني، وهكذا يعني بتصير يعني. وانا أكيد. يعني كيف احكي لك يعني خلص. بالضبط بالضبط. يعني هي انا بشتغل وهي انا بطلع يعني، وانت بتطلع وانا بطلع عادي يعني. بالضبط. لا انا مأثر علي يعني، انت حتى اخذ مني مشاريع وانا اخذت منه مشاريع بتصير. طب صايب مش حاسس على المهنة. احكي لنا، طب هل تربط هذا الاشي اللي صار معك بما انك انت وانت صغير كنت مشكلجي؟
بدنشرك اليوم، بدنشر غسيلك. كل حد بيعرف اني انا مستنزف، كل حدا بيعرف انه انا عصبي، مش عارف بطلت عصبي زي زمان. شو قصة المشاكل اجبالا؟ مش انا ذكرتني انك انت مشكلجي وانت صغير، او مشكلجي. شو قصة المشاكل كنت؟ طيب انا عشان الناس اللي ما بتعرف، انا بلشت رسم من ورا الدوش. كيف؟ خش علي. تمام. هي قصة واحدة صارت 2010 معي. بقزر كنت ايامها سكان الهاشمي لسه. حتى من وراها هذيك القصة فتت فنون بالأردنية يعني. فهي اللي فوتتني الرسم يعني بالعرض. فيميتها وقعت مع طوشة، مش أحكي لك كتير تفاصيل، بس بالآخر يعني أنا وقعت طوشة مع 17 واحد. أوف. لحالك؟ كان معي ناس بصربوا أول ما شافوا الموضوع، ليس تركوني لحالي وانا مقدر الشهر، وحكيت يا قاتل يا مقتول فعليا، فغزيت دربك علي. لا صار طلع الصراحة. عادي مش راح احكي لك وقتلتهم كلهم، لا عادي 17 واحد هدول مين ما تكون مش راح تقدر عليهم بالضبط. يعني بحكي بقدر احكي لك ضربت من ضربت تمام، بس ضلت الطوش تقريبا بحدود حوالي نص ساعة وانا بس بتنهنه وبنهنه. فيعني حرفيا المسح فيه الارض ايامها يعني. فالمهم يعني لبعد نص ساعه لحد ما اجوا بقيت عيلتي وفزعوا لي وحالتهم حالي وهي الشغلات يعني، لسه كنت واقف وقاعد بضحك انا بالطوشه لحد ما وصلوني. يعني كل مره حدا يضربني انا دب ارجع اقوم، يعني صحيح باكل قتل بس برجع بقوم بكمل. فأيام الواحد ما كانش يحس كثير. متمسح. على عصبية الواحد بتمسح جد. فأنيوي وصلت على البيت، أول ما وصلت البيت أنا معاي شوية ربو أنا. تمام. فداق علي النفس وغم علي بعد الضغط النص ساعة اللي كان. صحيت لقيت أمي واقفة قدامي هيك بتصافني. تحكي لي رخصي رخصي. طبعا كنت لابس شورت وفانيلا، الفانيلا فيش أي شيء. روحت طلعت على حالي من المرايه فيش ملامح بالمره، كل مزع. بحمد الله ما كانش فيها مصارط يعني التوشه هذيك لانه كان رحت فيها. فانيوي خلصت، روحت هيك تحممت، روحت قعدت مكسر حالة حالي. تحكي الحجه بعدين معك، كل مره تنزل لي على الحارة تضرب لك 4-5، هاي مره 15 شو. صلى على النبي. فبتحكي لي لقي لك شغله تعملها بيديك غير ما تضرب الناس. قلت لها خلص بشوف يعني. صراحه انا يعني حسيت انه ضروني كمل على الموضوع راح انبلي بواحد يعني اكون قاتله يعني فعليا ايامها. لانه عن جد حارتنا يعني يا بتكون قد حالك يا بتاكل هوا. فهمت. يعني وعندي كمان 3 اخوان اصغر مني. فاي مشكله كانوا هم يوقعوا فيها اروح انا. يعني اروحهم وانا بسلم يعني فعليا كان الشغل علي بالضبط. تمام. فدورت اونلاين نحكي على زي اشياء تفش فيها اقول لك. لقيت عازف، ما عنديش اي موهبه موسيقيه انا بالمره غير اني اسمع اغاني. بحياكي بحكيت لا كمان. لقيت بالاخر رسم، حكيت والله كنت برسم زمان على قلت ولاد الصف. بلشت فحكيت براسي انه كل مره اعصب ارسم. تمام. نعم. اول شهر خلصت دفتر رسم 200 ورقه. اوف سوري اجاني تلفون سوري. اول سنه اول شهر رسمت دفتر 200 ورقه. اول سنه خلصت 150 دفتر. بعد اول سنه حكيت خلص هذا اللي بدي اياه. طبعا ابوي كان متبري من دراسه ايامها. فسجلت حالي لحالي بالجامعه الاردنيه، قدمت امتحان، رسبت امتحان الرسم هناك ايامها. انا فتت على البورتفوليو، كنت اشتغل شويه ديزاين وهيك، ففتت على البورتفوليو ما نجحتش رسم. انا كنت حمار ما اعرفش ارسم. اوكي. فايام اول سنتين جامعه فعليا كل واحد كان يشوفني بين المحاضرات او خلال المحاضرات كنت برسم بحالي وبرسم اصلي. اسعد الله. ف
طب يعني احكي هدول كمان ال 150 دفتر هدول حركتهم كلهم بعد كم من سنه. مجنون انت 150 دفتر كل دفتر في 200 صفحه مجنون شغل عظيم يعني كانت يعني دربت كثير انت بشوي مالك. وايام زمان يعني ايام البول كمان كنا كل جمعه انا كل جمعه كنت ارسم يا رسمي يا رسمتين بالضبط. كل الجرافيتي سين ضلوا هناك يروح سنتين متواصل. انا كملت للاربعه سكرت الاربعه انا تسكر البارك علي يعني فعليا انا اخر واحد كان بالبارك يعني لما يعني وصل الباقي يعني ضليت اربع سنين بس بتدرب. ايام شعر الافرو ايام شعر الافرو وايام زمان كمان الموضوع ما كانش سهل بالجرافيتي يعني ما كانش فيه المونتانا كانز ولا المونتوب ولا ال 94 كلها هافي كلر خمس الوان وبدون كابس بالضبط. كنت اول ما تكتشفه تحكوا هيو هذا جديد اسمع هذا حقه خمس بعلرات فهمت. ايوه بالضبط. هسه الواحد بطر هلا قاعد. طب احكي لنا احكي لنا عن جدك شوي شو قصه جدك والرسمه. طيب احكي جدي نوعا ما رباني ايامها كان بلدك كمان حكوا ارسم رول موديل بالحياه حتى فيش غير جدي وكان ايامها سنتها كان مطبق المية ما شاء الله تمام فحكيت يلا فرصه عيد ميلاده ونرسمه فروحت صورته بالعقل اللي هو دائما بكون هو رحمه الله عليه توفى السنه الماضيه 103 اي ثينك توفى هو شيء زي هيك. فالسنة الماضية لما عملت الرسمة رحت على الحوش صورته بالعقل رسمت له سكتش أول سكتش رسمته طلع أبوي لأنه بيشبهوا بعض كثير فكان شوي مشكلة وعملناها الرسمة يعني فمرجع حمام هي الرسمة. ولما رجيت إياها شو حكى لك؟ وسيدي كان معاه كان كبير شوي فكان ينسى كثير فهو شافها الله كيف كيف كثير بس يعني اول ما ركب السياره نسي الموضوع يعني المهم حتى لو كان ثانيه قشعرتني انت لا هذا يعني هسه احكي العائله كلها كانت اوليتها ضد الرسم فعليا كمان العائله شوي متدينه يعني سيدي كان يفتح الجامعه يعني تخيل يعني لآخر عمره كان يروح قبل الصلاة الفجر بساعتين عشان يفتح باب الجامعة. أوكي وصلت الفكرة. فكان موضوع الرسم عنده بحرام وحرام لا حد ما اكتشف إنه بطلع مصاري ومدبر حاله وخلص طول. هاي ما هذا متى صار معك الحكي لما بال 2015 بعد 2015 بال 2015 وقعت الامور يعني بعد طلعت كم من مقال صهيب عطار بني ادم جديد بعد 2015 ريبيرث هيك العادي بس لا جد قشعره رسمه جدك حتى يوم رسمت انت ورجيتني اياها كانت لسه فريش جيت ورجيتني اياها قبل ما شفتهاش بالمكان لان انا انت ورجيتني اياها حتى قبل ما تنزلها كنا قاعدين ببدالي او برومي مش متذكر وين كنا قاعدين فرجيتك السكتش قشعرتني انا اصلا يوميتها انبسطت الاو جي هيك جدك قاعد ومشلشل فريش يسعد ربك. طب خلينا نط على مرحله ثانيه وهي مرحله صهيب عطار طلع ليوم رسم رسمه اسمها جوكر دوت كيل دريتش شو القصه هاي؟ صراحة أنا هاي مخططها كنت قبل ما ينزل الفيلم بشهر يمكن. لا يا زلمة. والله. أوكي هات تحكي القصة. أنا يعني إذا الناس ما بتعرف شوي أنا كوميك جيك. أنا بتابع كرتون وبجمع أكشن فيجرز وحالتي حالي يعني. ومستر جاك سبارو مرات. نفس الضحكة، ضحكة جاك سبارو. وانا شوي عندي احكي شويه حقد طبقي عندي انا اوكي يعني خصوصا لما تشتغل بمحلات خمس نجوم وتشوف واحد ما بسواش يحكي يشوف حاله عليك عشان معاه مصاري وانت ما كاش وايش طبعا وعندنا طبقيه عندنا بالبلد موجوده طبقيه يعني عندنا الطبقه الغنيه انه عايش ببابل ما بيعرفوا والله في اغنياء انا تعرفت عليهم ما بيعرفوش شيء اسمه في فقر عندنا بالبلد بالضبط والله واحدة بمرة بتحكي لهم احنا ما لناش فقرة بالبلد مزبوط بحكي لهم وين عايش انت؟ تعال اخذك على الشرقية اوصل البلد اقول لك وين ليش من بعد بالضبط فا يابا يعني احكي انا برسمش سياسي
ولا برسم اشياء للدين ولا بحبش استفز حدا. انا فعليا انا بحب الاشياء الهيومنتري. ف ايامها كانت يمكن اول مره بطخ والناس ما عجبها كثير الموضوع لانه خصوصا كان الباركينج تبع الجامعه الالمانيه بجبل عمان. وبرضه في ناس كثير عجبها الموضوع. كمل. في كثير ناس كيفت. انت واحد من الناس اللي عجبها الموضوع. انا كنت شيء معجوق بفهم الفكره شريك عم بدي اسالك فهمت علي؟ فسر لي اكثر. فهسه انا عن جد فعليا الرسمه مش طخ على حدا. تمام. انا رسمت الجوكر و كتبت إشي مكتوب السكريبت تبع الفيلم. كان الأسبوع اللي طلع فيه الفيلم هو فعليا. كتبت كيلدريتش تمام وبلون أحمر غامق على أسود فمش كتير مبينة يعني حتى يعني مبينة كتير. فحتى يمكن عملناها بخمس ساعات. كان معي همام أيامها برسم معي حتى الناس فكرت هو الرسامة مش أنا. المسكين بيجي على الأردن شوي بتلبس طابق هذا. لا مش همام مش آرو همام مصري. أوكي. anyway رسمت طبعا في أكم من مسج عصبي وصلني يعني الناس دقت فيي على السوشيال ميديا. بس وصلت يعني يمكن هي أكتر رسمة عندي موجودة عليها لايكس. اوكي اظن لا 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 يعني هي عليها 5000 شيء زي هيك فريش. بعدين اجوا بعديها باسبوع اسبوعين تقريبا اجوا ناس كتبوا دونت كيل حاطوا دونت وانسايد يو تمام طلع دونت كيل ذا ريتش انسايد يو. هذول اي ثينك جماعه الالمانيه اللي عملوها عشان ما حبوش الموضوع. اوكي. فا يعني they tagged over على الرسمة بس ما يلعبوش بالرسمة كتير. بعدها بقى من شهر في 6 أشهر والله لا حتى بعدها بشهر يمكن أجاني وسام بقول لي عندي مشروع ومقطوع حيطان فبدي أمحي رسمة الإيد اللي جنبيها. كانت كنت راسم بروبوزل لواحد من أصحابي الإيد والخاتم. بعرف القصة. فصاحبي أيام صاحبي كان موصيني إنه صهيب أنا بستنى أهل مرتي ييجوا عشان أفرجيهم الرسمة فبالله عليك ما تمحيها وما تخليش حدا يمحيها. طلبت من الكل نايسي إنه ما حداش يمحي فوقيها واحترموا الموضوع يعني. فأجا وسام بدي يحكي لي بدي يرسم فوقيها. قلت له لا أرسم فوق الجوكر روح طالع. بصير نحكي عن الناس اللي بتزعل إنه رسماتها في المحي. خش علي. لانه كثير موضوع بيستفزني. ليش هات اشوف شو صاير معك. انت جرافيتي ارتست انت ستريت ارتست انت واحد بترسم بالشارع مش شرط بهدول المسميين. انت سنسل ارتست يا سيدي ولا عمرك تزعل على رسم المحد. كيف؟ لانه رسمي معرض من مليون الف قصه. اوكي. صاحب بيت ما عجبتهوش الرسمه محاها واحد اجى خربش لك عليها انهدت العماره زي كينج اوف ذا بيت لما رسمنا الرسمه اخر مره وخربش عليها بالاسود. تذكر بالضبط هاي معجن فوقيها هلا. ايش في معجن وفوقيها بالابيض. جد. اخي له زياره تخافش. طيب ما تزعل انه رسمتك انمحت لانه مليون الف قصه بتصير. يعني ايام احنا لما كنا نشتغل بالباركينج احنا كان عندنا حيطه واحده طولها 25 متر بس احنا يمكن كنا 13 ارتست ايامها. تمام. يعني يا دوب كنا ما كانش فيها المساحه الكبيره يعني انا في حيطه وحيط ربي يمكن لا ارتبعت للدهن كل هالقد. قد ما انمحى رسمات انا كل كان العمر الافتراضي للرسمه من اسبوع لاسبوعين. انت بتعمل رسمه هناك بعد اسبوع بتنمحي او بعد اسبوعين بتنمحي. مزبوط قد ما كانت حلوه. تمام. اذا حبوها كثير بتضلها شهر. تمام صح. ف مش قصه ديسريسبكت. تمام. يمكن اللي محاها مش عارف مين انت. تمام. واللي راسم فوق رسمه الثاني وهي الشغلات اقل ما فيها انا بحكيها بروفيشنال كورتسي بنحكيها انه قبل ما تمحي فوق رسمه حدا رن على الشاب اللي رسمها. بقول له اسمع انا مضطر ارسم فوق هاي الرسمه ف يعني كناي يعني واحد الماني اسمه فولك من هيراكوت حكى لي اياها الصوره اهم من الرسمه. اوكي. الصوره بتضل الرسمه ما بتضل صح
يا ما ارتست برا يعني، في عندك ارت بازل بميامي ستريت ارت فيستيفال، ارتست عالميين يعني، في عندهم مليون فولور احكي، وشغلهم بخوف عادي. بيجي ارتست ثاني يمكن اقل منه مستوى او اعلى منه مستوى او نفس المستوى بمحيها، لانه فيش مكان. وعمان عم تفضح عمارات عشان نكون بالصوره يعني، مش كل حدا برضه، مش كل عندنا صاحب ملك صح اوبن مايندد صح اكيد. يا ف ف يعني كثير ناس زعلت انه رسمات المحات، وكثير ناس طلعت بسين، والناس بينج سبورتيف لانهم ما تعملوا سبورت لهدول الناس عادي، المفروض تنمحي. اوكي مش انا بحكي ليش الكل انه لازم تمحي يعني قد ما تضل يسعد الله، بس يعني اذا اضطريت تمحي اعمل زي ما حكيت، احكي مع الارتست اللي رسم. اقول لك انا يعني لما انمحى الغزال عملت شغله حلوه، نزلت الرسمات اللي انمحوا بحياتي، اوف اوكي نزلت بحدود 28 صوره اوكي تمام، منهم بحدود 15 عماره محيات او رسم فوقيهم، بس ولا عمر عملت قصه ودندر انه انمحت رسمتي وما بحب البلد هاي ما بتقدر الفن. فهمت عليك، يعني في ناس بتقدر الفن، في ناس ما بتقدر الفن. فهمت عليك، فهمت هو عليك. يعني وال 28 صوره هدول كان يعني عشر يعني، غير اللي كنت رسمه بالبارك صح، وغير البر البرد الرسم والمحو كمان. بتصير مع بالضبط احسن حدا. بالضبط بالضبط. لا شكرا على الادفايس هذا، جميل جميل يعني، للناس يمكن تفكر الموضوع يعني اكثر. وهسه في ناس عم يعني كمان يعني واحد. كمان اذا محت رسمه تعمل احسن منها اكيد واحد بضل زي ما هو، انت الرسمه اللي عملتها بتقدر تعمل احسن منها، بالضبط بضلكش زي ما انت بالضبط. لا هي 100% 100%، او كون انت السبب انك تفتح مجال لمكان ثاني انك ترسمه فيه كمان. هاي خطه كمان حلوه، هاي بتكون حلوه يعني. ياما بلاقي يعني ياما بروح على عمارات، مرات بلاقي تاج او راح راسم جزء صغير منها. صارت معي برسمه الحوت، كان ابراهيم تونير راسم صغيره على عماره كامله، عماره فاضيه. بقول له اسمع، رنيت عليه تلفون بقول له بصير امحي رسمتك، انا عندي عماره انت راسم متر منها فبس منطق يعني كمان. حكى لي يسعد ربك برو روح اصلي. لا تعامل يعني سو فار التعامل بتقدر بلسان زي ما بيحكوا لسان حلو انك تاخذ اللي بدك اياه خلاص. لا اسمع اقول لك اياه، احنا يعني اي ثينك الجرافيتي سين من اكثر سينز بعمان بيسفول 100%. تمام يعني في اكم من تفاحه عاطله بس يعني بتصير بالضبط بكل حدا، بس يعني 80-90% من السين يسعد ربهم كلياتهم واحد واحد، او وحتى لو بيكرهوني يسعد ربكم انتم بتشتغلوا بالضبط، ضلكوا اشتغلوا بالضبط keep it going. اقول لك انا بحب المنافسه، المنافسه بتحسني أكيد. انا لما احس حالي بخطر بحسن بحالي بالضبط ف بالضبط 100%. فيعني بتحس حالك يعني في عندك كومبيتيشن بحفزك تصير احسن 100%. مش اقعد اتدمر انه هذا احسن مني وهالشغلات، صح لا عادي تعال اهلا وسهلا بشبر جنبيك عادي، اصلي بشبر جنبيك بالشغل يعني مش بالطرد قال بطلت مشاكل بعد 2015 خلص اعتزلت اصلا بتصير مشاكل يعني واحد قد ما بحاول بتجنب يعني بعرف انه شخصيته عصبيه، بعرف انك مين حكى لي انت كنت خايف اني احكي لك لا صح؟ هاي اللي والله حكيت لك صح انا؟ لا 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 مين اللي حكى لك هيك؟ علاء. هو قال لك هيك؟ لا هذا من عنده العاد الحكي. علي علاء هاي وجهها لك، الا اذا انا ناسي، بس انا بيني وبينك اصلا بنقع مع بعض كثير. ما بالضبط انا استغربت هسه، بعرف انه سمعت انا بعملش انترفيوز وخرى مع المراسلين. يمكن انا حكي له هيك يعني. انا حكي له مش متاكد انه صهيب راح يطلع معي بش راح يحكي لي لا اكيد مش راح، يمكن تحكي لي او لا، فشغله عاديه اصلا كمان، بس مالهاش دخل بالعصبيه. بس يعني بضلك يعني غير عليك على ريال يعني هاي كنا احنا قاعدين نشرب قهوه مع بعض. ما تجيش يسعد ربك يسعد ربك. وايش في عندك ادفايس عامه غير قصه الرسمات؟ ايش عندك ادفايس للشباب والبنات اللي بيطلعوا جديد قاعدين على الجرافيتي سين بالاردن؟ حلو. هاي ادفايس عملتها مع بلدك السنه الماضيه بدي احكيها كمان مره.
تجينيش تحكي لي انا برسم رسمتين ثلاثه بالسنه، تحكي لي انا جرافيتي ارتست. اوكي. تمام، ارسم اتدرب بعدين احكي لي انك عمل لي اقل ما فيها 10 رسمات 20 رسمه بالسنه، مش شرط كله شغل، تدرب لحالك في مليون الف مكان. انا بالحجر التام رسمت الحاره تبعتي كامله، ولا ضلني قاعد اتدرب يعني. بس هاي طب هي. اذا انا بدي اعمل زي هيك وجبت لك اعذر، فلنفترض اني بدي اعطيك اعذر، اقول لك فيش معي مصاري اجيب على الرسم، شو اعمل؟ انا بعطيك اوف سعد ربك. والله جد بحكي يعني، سوري يعني، بس يعني انا بقول لك كنت اشتغل على، كنت اشتغل شغلين عشان اجيب عده عشان اروح على البارك، فال فا يعني مش حجه. احنا من جماعة اللي كنا ناخذ وكلكم بتاخذوا مصروف، نص اللي بيشتغلش بتاخذوا مصروف، جمع قرشين ثلاثه بتجيب لك. كنا نشتغل احنا بثلاث الوان زمانات، بالضبط، وكنا نمشي. اعمل اوت لاين يا سيدي. انا كنت امشي من الاخضر للمهاجرين عشان اخذ باص بالبيادر، اوصل على الوكالات اشوف الشباب تبع انا كنت جامينج، امشي من وارجع وارجع اروح بالضبط. بعدين مشي. هاي قصص اهالينا، كنت اروح في ساعتين امشي للمدرسه. مشكلة انا كنت اعملها شغاله بابوي، انا كنت كان هاشم ومدرستي كانت بالنزهه، كنت اروح واجي ماشي كل يوم، بس عشان احكي ابوي ما تحملنيش الجميل اللي كنت تروح ماشي على المدرسه. بالضبط انا بمشي بالضبط. اكثر منك. واسمع بعدين قول لهم ما حداش جبركم تدرسوا على شمعة، كان في كهرباء ليش الشمعة؟ تقدر تدرس بالنهار يا زلمه، حل عنك. يعني ويلهل. قصة قصة صايب والله زمان، صرنا مش قاعدين، وصلنا لنهاية البودكاست وبدناش نختم يسعد الله. كالعادة. يسعد ربك على كل إشي. والسؤال تمام. الأخير، ليش الناس لازم تحضر أو تسمع بودكاست والله مية برأيك؟ والله بحس انه كيف احكيها، كنا نحكيها زمانات انه الواحد لازم يعرخ الاشي اللي صار بالبلد. يعني بتعرف جايكوب ياكو الدي يعقوب؟ جي. كنت قاعد معاه قبل كم من يوم، وكان بالقعده ثائر وكرم شامبين عربي. فكنا قاعدين بحكي له زي ما تصدق انه احنا صرنا او جيز بالبلد. تخيل. انت بسالك السؤال، انت كمان تخيل ان احنا صرنا او جيز. بتيجي تسمعها من العالم بخف عقلك بعدين، بس تسمعها من العالم. بالضبط. ف يعني يعني احنا بنينا كلتشر، نحكي بلشنا اكيد بالبلد. اكيد. فبحس يعني البودكاست هاد عم بقرخ هاي الكلتشر انه هيك صار وهيك هلا. تمام، حتى لو تسمعها كمان بعد 10 سنين بتحس بالفرق. مين؟ اكيد اكيد. ولسه راح يكون في لسه في خطط كبيره يعني، في كل سنه بيطلع حدا جديد، وفي ناس انا يعني شفت عندك على البودكاست انا ما بعرفها وتعرفت عليها. بالضبط. ف يعني كمان حلو الكلتشر، مش احنا بطلنا زي زمان نقعد مكان واحد ونلتهم كمان مكان واحد، خاصه مع يعني كل كورونا. واحد بجهه، وخاصة مع كورونا وحتى قبل يعني السين شوي تفكك، نعرف بعض اللي قدام نعرف بعض، بس في كتير جداد احنا ما بنعرفهم، صح، وفي كتير جداد حابين يعرفونا اكيد. بالضبط. يعني فبحس هذا كمان مكان حلو، زي بتحسها زي شو بسموها gathering point. بالضبط. خلص الناس اللي تم وتحكي مع بعض وهيك ورواء. سعد الله سعد الله، جدا مبسوط على الكلام هذا والصراحه تبعتك البودكاست هاي، وشكرا جزيلا على وقتك استاذي. ويا يسعد جماعه الله. الخير، بتعرفوا انكم بتقدروا تسمعون على البودكاست على التطبيقات هاي، انزلوا اعملوا سبسكرايب واكتبوا ايش رايكم بالحلقه وشيروا الحلقه للبني ادمين اللي بتعرفوهم، وبنشوفكم الاسبوع الجاي. سلامات ابو الصهيب. اهلي. يسعد ربك حبيبي.